أنفسنا ونفوسنا ونستقبل صباحا جديدا ويوما جديدا. ها هو الليل قد عسعس، وها هو الصبح يتنفس بضحى أسيلة، لا هي حارة ولا هي باردة، وإنما هي بين بضحى مشرقة أزالت العبوس عن وجه الشمس، ليشرع الطير في تغريد شدو الألحان، لتبرأ بلحنه كالماء الأفئدة والقلوب. حمامة الروض قد هيشت أشجاني، لما شدوت بلحن منك أبكاني. ويستمر لقاؤنا بكم مستمعي الأعزاء كل ضحى من ضحات إذاعة تطوان، لنلتقي بالأحبة والأعزة لنحاور وندردش. يجمعنا هذا اللقاء اليوم برجل يشكل جزءا من أحلامنا بفضل كتابته سهرنا وحفظنا، ألا وهو الكاتب الصحفي عبد الجبار السحيمي، مدير جريدة العالم. جريدة العالم كما نعرف كانت ولا زالت تشكل مدرسة صحفية عريقة، إذ كان الصحفي سواء كان كاتبا أو إذاعيا لا يعد صحفيا بالمعنى الحرفي للكلمة أو الحرفي للكلمة إلا إذا مر من هذه الجريدة. لا أتوفر على إحصائيات لعدد المتدربين بها، ولكن جريدة العالم كانت جسرا مهنيا في عالم الصحافة، ولا زالت جسرا ضروريا لمن أراد أن يحترف هذه المهنة. فهي في تقديري كلية إعلام وصحافة حقيقية ميدانية، ومن يتخرج منها لا يخشى على أسلوبه وتعبيره وكتابته، بل وعلى خلفيته الفكرية، فالعلم جريدة رصينة. وكما درجنا مستمعي الأعزاء، نواصل حديثنا عن الراديو، عن الحنين إلى الراديو. قيل عن الأنترنت أنه سيهدد الكتاب والصحيفة، لكن الكتاب والصحيفة ما زال على الرفوف في المكتبات والأكشاك، ويتمنى الكثير منا أن يأخذ كتابا وهو يتجول بعينيه بين سطوره ونار أخشاب المدفأة والكانون تتقطق موهجة. ويقال الآن أن الفضائيات ستهدد الراديو، وهذا ليس صحيحا، فالراديو ما زال موجودا. فعلى سبيل المثال، أن الأشغال جارية الآن في مبنى إذاعة تطوان تجديدها وإضفاء حلة قشيبة عليها، كما أن السيارات والحافلات لا تخلو واحدة منها من جهاز الراديو. والراديو ما زال متفوقا على غيره من الأجهزة الإعلامية في تقديم الأجود والجيد من مواده. ودليلي ها هو ضحى تطوان يقدم لكم مستمعي الأعزاء وعلى الهواء مباشرة كاتب ألمعي الصحفي عبد الجبار السحيمي مدير جريدة العالم. أستاذ عبد الجبار، مرحبا بكم في إذاعة تطوان. مرحبا أستاذ زيدي، وأشكر لكم حسن نيتكم بنا وبجريدة بنا، يعني أقصد جريدة العالم وطاقم جريدة العالم، وأتمنى أن نكون وتكون الجريدة عند حسن ظنكم وظن قرائها. نعم سعد الجبار، متى اقتنيتم الراديو بالنسبة لكم أو بالنسبة للعائلة؟ هل تتذكر ذلك اليوم الجميل؟ بطبيعة الحال أتذكر جيدا في العائلة ذلك الراديو الذي كنا حين يصمت نضربه ليعاود الانطلاق، وبشكله الجميل الخشبي تقريبا، وبما يشبه البيانو بالنسبة للقديمة، وأن الراديو تقريبا كان من في البيت، وأيضا كان موجودا أظن كما هو موجود الآن وبكثافة. وفي رأيي كما تعليقا على ما قلتم من أن تخوفا كان مطروحا
بالنسبة لمكانتي وحضور الراديو باعتبار الفضائيات وباعتبار الانترنت وإلى ذلك، غير أنني إذا سمحت أن أفيد في هذه النقطة أقول لكم لا أحد يستطيع أن يحمل معه الفضائية ولا أن يحمل معه جهاز الانترنت والكمبيوتر بالضبط، ولكن الجميع يمكن أن يحمل معه جهاز راديو الأخبار ولا البرامج أيضا التي تقدم من خلال الإذاعات المغربية. ومعنا سيدتي سادتي دائما الكاتب الصحفي عبد الجبار السحيمي مدير جريدة العلم وعلى الهواء مباشرة. أستاذ، ماذا كان يجذبكم في الاستماع في الراديو في تلك الفترة أو إلى الآن مثلا، ماذا كان يجذبكم فيه؟ أنا أقول لك أنه في بيتي الآن ثلاثة أجهزة راديو، بمعنى أنني في مكتبتي يوجد راديو لأتابع من خلاله كل ما يمكن أن يقدم، سواء من حيث البرامج أو من حيث الأخبار، باعتبار أن الخبر أصبح ضرورة لمن يشتغل بالخصوص في الصحافة، وفي غرفة الطعام أيضا يوجد جهاز راديو يجتذبني دائما أن أتابع الراديو باعتبار أنه مدرسة. وأنوه بكل الطواقم كل الأخوة والأخوات الذين استمعت إليهم بالراديو من غير أن أكون قد رأيتهم وجها لوجه، وكان يثيرني دائما أولا التنوع الذي يقدمه الراديو، الأسماء الكبيرة والوازنة التي قدمها الراديو، واللي دائما حنين إلى كثير منها. نعم، فإذا هذا جزء من ما أسميه الحنين إلى الراديو، وكذلك الحنين إلى الأصوات التي عشنا معها أو عشت معها جيلي بالخصوص في البدايات. يعني إذا سمحت بالأسماء أقول لك بديع ريان، لطيف القاضي، أقول فريدة النور بصوتها الرائع الجميل، وأيضا هناك أسماء أخرى رغم غيابها تستمر حاضرة في ذاكرتنا، حسن الرامي رحمه الله على سبيل المثال، ولا ننسى عبد الرفيع الجوهري الذي بدأ قبل أن يصبح أستاذا محاميا نحريرا كما يقال، ابتدأ من الراديو، كان صوته الجوهري يعني يعلمنا كيف ننطق اللغة العربية. فإذا أظن أنه الراديو هو مدرسة، مدرسة لا يمكن الاستغناء عنها، لا من حيث ما تقدم ولا من حيث اللغة التي يشتغل بها والمساحة الكبيرة التي له لا يتوفر عليها التي توفر عليها الفضاءات المحبوسة والمعزولة والمطاردة بالتوقيفات من أجل تقديم الإعلانات وما إلى ذلك. نعم أخي سي عبد الجبار، قبل أيام كنت اتصلت بكم وكنا تكلمنا عن الدكتور طه حسين، هل سبق لكم أن استمعتم للدكتور طه حسين وهو يتحدث في الإذاعة مثلا؟